أيام قليلة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا، ها هو الناخب الوطني جورج الكانز يفرج عن قائمة موسعة بـ30 لاعباً معنيين بالمشاركة في كانا، قبل أن يقلص التعداد إلى قائمة نهائية بـ23 لاعباً. 5 أسماء جديدة ستكون حاضرة في طرابلس، خاصة المحلية منها، أين سيكون كل من المدافعين ربيع مفتاح وبن يحيى من اتحاد العاصمة حاضرا إلى جانب المدافع أيوب عزي من المولودية الجزائر، ومدافع النادي الإفريقي بالخيثر، والمهاجم سعدي لاعب نادي كورتري من بلجيكا، فيما لم تحمل باقي الأسماء أي مفاجآت. القائمة الموسعة شهدت استدعاء رامي بن سبعين لمدافع نادي رانا، بالإضافة إلى المخضرم جمال الدين مصباح والذي ينشط في نادي كورتونيا الإيطالي. أما في خط الوسط فالمفاجأة جاءت باستبعاد المتألق سفيان هني، والذي لم يرد اسمه في القائمة الموسعة بالرغم من الأداء اللافت للانتباه الذي يقدمه رفقة نادي أندرلخت، فيما سيكون كل من أدم والناس وبن ناصر ضمن القائمة الموسعة والتي ستقلص إلى 23 لاعباً قبل انطلاق الكانا. خط الهجوم شهد عودة كل من بالفوضي الذي يتألق بشكل ملفت للانتباه رفقة نادي ستاندرد ليج البلجيكي، وكذلك بغداد بونجاح مع السد القطري، فيما سيكون إدريس سعد اكتشاف جورج لكانسا.